مساء الخير ومساء الفن والإبداع ومساء الطاقات الحلوة ومساء الخير للجمهور الكريم اللي بيشاهدونا عبر قناة هلا الفضية. يشرفنا في هذه الأمسية من برنامج العندليب استضافة الفنانة بدر نصراوي ابنة قرية مجد الكروم، فنانة متألقة خلوقة أصرت على غناء الطرب الأصيل، عمرها 22 عام، تخط بريشتها أجمل الرسومات وتغني بصوتها العذب أجمل الألحان، وهي متعددة المواهب وحدودها السماء، وهي حاصلة على اللقب الأول بموضوع الفنون، وحالياً عم بتحضر للقب الثاني بموضوع العلاج عن طريق الفن. لها عدة لوحات من رسوماتها وشاركت بعدة معارض، تحب الغناء القديم والطربي والفن الأصيل، وشاركت مؤخرا بمهرجان ليالي المجد السادس بالغناء بصوتها العذب الذي نال إعجاب الجمهور. أصدرت مؤخرا أغنية خاصة دويتو بعنوان روح له يا هوى مع الفنانة رزان أندراوس، ومعنا أيضا الفنان المبدع محمد نصراوي الذي تميز وتألق في غنائه وأدائه وصوته العذب وأطل على جمهوره من خلال مشاركته في عدة مهرجانات، منها مهرجان معهد المجد للموسيقى ومهرجان الأغنية العربية التراثية للبراعم الشابة في بيت بيرل ومهرجان سوبر ستار شروق، وآخرها كان مهرجان ليالي المجد السادس، ودائما كان يحصل على المراتب الأولى. يسعدني ويشرفني في هذه الحلقة استضافتكم، وأهلا وسهلا فيكم في برنامج العندليب، شرفتونا وأنستونا. كله تمام؟ كله تمام. مبسوطين؟ أديت مبسوط، أنا مبسوط. أي مبسوطين حبيبي. أهلا وسهلا فيكم. طبعا في هذه الحلقة نبدأ مع الفنانة والرسامة بدر نصراوي اللي بتكون أخته للفنان محمد نصراوي. أهلا فيك. الله يخليك. بدك تحكينا بالبداية كيف بدأتي مشوارك بالفن؟ يعني بالفن المزدوج، فن عن بالرسم وفن بالطرب والغناء. بداية بدي ارحب فيك اولا وباللي عم بيشاهدونا بهاي الساعة. وبالنسبة للفن بعتبر الفن كثير عالم كبير بالنسبة لإلي، وهو يعني هو متعدد فيه كثير، يعني عالم واسع كثير. بما انه الفن في منه موسيقى وفي منه رسم، في بمجال الفنون انا في كثير مجالات، مثلا رسم مع الحن، رسم الحنة مثلا، رسم لوحات بالزيت بالاكريليك. طبعا انا راحين نشوف كل رسوماتك في هذه الحلقة. طبعا انا برسم على الحنة على الجسم. راح نحكي عن رسومات، ننتقل للفنان حبيبنا محمد نصراوي. هلا يا هلا فيك. كيف شعورك بعد مهرجان الأغنية العربية اللي نلت مرتبة أولى فيها، مهرجان الأغنية العربية والمهرجانات الثانية؟ شو بعد المهرجان؟ شو كان مشوارك بعد المهرجان؟ شو عملت بعد المهرجان؟ هاي كلها تجارب حلوة أنا بخوضها في حياتي. يعني مثلا انا بلشت اول مهرجان اشتركت فيه هو مهرجان الاغنيه التراثيه عندك استاذ سامي، كان خطوه كثير حلوه لي اللي اعطتني دافع لاكمل طريق الفني، وشوي شوي اشتركت مهرجان كمان سوبر ستار، كثير مهرجانات وكملت في الطريق، كثير كان شيء حلو. مين اللي دعمك في بدايه مشوارك؟ اول شيء طبعا هو الاهل، بدون الاهل فيش فنان بيقدر يوصل، لانه الاهل هن الدعم الاول لكل فنان. طبعا احنا بنوجه التحيه برضو للاهل، اللي لولا الاهل ما في دعم ولا في انتشار طبعاً لكل طبعاً فنان. فالاهل لهم دور مهم في تقدم وتألق الفنان. دور الاول. الاول. اكيد. طبعا مين كمان برضو انت تعلمت في معهد المجد؟ في معهد المجد اكيد. عند الاستاذ حابب اقدم تحيه للاستاذ عزو خليل، اللي هو انسان اشتغل علي كثير وتعب معي كثير لنوصلني اللي انا هون فيه. طيب بنبدا بالغناء، بنبدا مع بدر، بنسمع منك اغنيه اللي بتختارها انت، تفضلي. راح اختار اغنيه معقول انساك للفضل شاكر.
تفضلي. طبعا برافقها على الأورج الفنان أنس حمود. أنس خطيب. أهلا وسهلا فيك. أهلا. الله يخليك محمد. في مشروع في المستقبل بتفكر تعمل مثلا اصدار اغنيه خاصه؟ شو دورك في الاغاني الخاصه؟ في لك اغاني خاصه او بتفكر في المستقبل تخوض هاي التجربه؟ اكيد كل فنان بفكر يخوض تجربه ويعمل اغنيه خاصه له. فيش فنان لازم الفنان يضله، كيف بدي اقول لك، الفنان لازم يكون له اصدارات، يعني مش دائما بس يغني لغيره، يكون فنان له اصدارات خاصه، مش بس يغني لهذا ولا هذا ولا هذا. فاهم علي انت كيف؟ هلا طيب شو ناوي في المستقبل؟ يعني انت هسه فنان بتغني، ناوي مثلا هاي مهنه الفن والغناء تكون مهنه لإلك ولا كهوايه؟ بداية بالنسبة للموسيقى، انه عم تحكي لي انه كمهنة، ممكن يعني انه تكون مهنة برضو، بنفع مثلا يكون في تعليم اكاديمي، وبنفع كمان مثلا موضوع معين، وبنفع كمان مثلا جانب اخر اللي يكون مثلا كالموسيقى، وبنفع مثلا يكون مثلا اشي كمان مهني، اللي مثلا يطلع يكون مثلا دخل، في دخل مادي. انت خلصتي اللقب الاول في الفنون فعلا. وحاليا تدرس اي موضوع حاليا؟ حاليا عم بدرس العلاج عن طريق الفن، وكمان عم بعمل شهادة تدريس كمان بالفنون. يعني الفن عندك هو مهنة؟ اكيد. اه وبرضه الموسيقى كمان كثير، كمان بقدرش استغني عنه كمان، هو شيء ايوه هيك انه شيء كثير كأيله موجود في داخلك، موجود كأيله. اه صح. إيه محمد دعمك وشجعك؟ اه اكيد اكيد. شو بيش شجعك، بيش دعمك؟ شو البصمه اللي اعطاك اياها محمد؟ مثلا من وقت ما اكتشفت اني بغني وصوتي حلو، وهو كان اول مكتشف. كنت اسمع كادلوب حدي تغني. يعني هو اللي اكتشفك؟ آه محمد اكتشفك؟ هو من احد المكتشفين. كل مره اقول له صوتك حلو ما تصدقنيش، بالاخر خلص بالاخر اصطنعني. ما شاء الله عليها، بالاخر طلع من هاي الشيء. صحيح، مش قليل انت. الله يخليك. طبعا بتسمحي لي احيي باسل حمود اللي هو خطيبك، وبنبارك لك بالخطوبة الجديدة. شكرا كثير. كان له دور في تشجيعك، يعني بشجعك وبدعمك اللي هو خطيبك؟ اه اكيد بدعمني طبعا. هذا اشي كثير مهم اللي هو برافقك اليوم من وراء الكواليس. صحيح. كل يعني كل ما انسان بحب يدعم الناس اللي بحبها،
وعشان تكون ناجحة بحياتها وتتقدم كثير. كمان هذا دور كثير مهم. ادي له تحية كمان لباسي. بوجه له تحية. واحنا بنوجه له تحية. يعني دعم اخوك ودعم خطيبك هذا شيء مهم، ودعم جمهورك واهم شيء دعم الاهل، شو بدك اكثر من هيك؟ شو بدي احلى من هيك؟ الحمد لله. طيب خلينا نسمع الفنان حبيبنا محمد في اغنيه. يلا بيتري شو بتحب تسمعنا؟ سمعك هيك كم موال حلو واغنيه حلوه من يومنا والله. تفضل. اوفا 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 يا هلا يا هلا بكم يا هلا بقدمكم يا شعشع نوركم ضوى قدمكم يا هلا بكم يا هلا بقدمكم يا شعشع نوركم ضوى قدمكم قدمكم يا بو يا أرض اليابس الداسها قدمكم اخضر العشب فيها والتراب يا قول يا مسؤول قلتلك يا ليلى العمر ماضي وعلى عنقي جفاكي سيف ماضي الليل عالوفا والحب ماضي لبكرة ما عدت أحسب حساب يا باي حلوين من يومنا قلوبنا كويسة بنقدم أحلى فرحة ومعاها متنسة حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة بنقدم أحلى فرحة ومعاها متنسة يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي 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 ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. شكرا لك حبيبي. الله ممتاز يعطيك العافية. طبعا معروف انه مجد الكروم هي بلد معطاء للفن وسطعوا من هاي البلد نجوم كبار اللي اشتهروا في العالم العربي من خلال برنامج اللي هو حبيبنا وفناننا النجم دندن. أمير دندن وحبيبنا النجم هيثم خلايلي تحيه كبيره كمان لهيثم وفي كمان الفنان الصغير وجد مناع كمان تحيه لوجد وجد مناع وفي مهران كريم تخرج برضه من عندنا برضه فنان بنحييهم كلهم حبايبنا في اخر نسينا حدا احمد خطيب الفنان احمد خطيب كمان احمد خطيب تحيه كبيره لاحمد فنان كبير احمد طبعا بنحيي برضه ابوك الفنان جمال خطيب من وجه له تحية كبيرة في حدا نسيت حدا من مجد كروم
مجد كروم ملاني إلا ما تنسى نبع الفن في مجد كروم. ما شاء الله. شو السر في هاي؟ أو بعرفش إذا بتشربوا مية خاصة اللي إحنا ميتنا غير خلاص المية غير مميزة مميزة المية عندكم أكيد خلاص نجي نشرب مية من عندكم تربينا على الفن كل احترام كل احترام يعني برضو أنا برضو بحيي مديرة المعهد الجماهيري المركز الجماهيري أيا مناع اللي برضو بتدعم المشاريع مثلا مهرجان مهرجان المجد. المجد السادس كان فيه مجد فقرة يعني كان فيه فقرة الفن والرئيس برضو سليم صليبي برضو بدعم الفن عندكم كما بس حب أقول كلمة بحب أوجه تحية كثير كبيرة للمركز الجماهيري هن يعطونا منصة كثير حلوة في مهرجان المجد يعني يعطونا فقرة هي لبس أكيد. للمواهب المجدلوية يعني هذا إشي كثير حلو قدام هيك كثير عدد جمهور احنا نطلع ويطلعونا كل احترام لنا عن جد كان مهرجان جدا ناجح بوجودك طبعا كمان الله يخليك طبعا انا برافقكم وين ما تكونوا ان شاء الله هلا وموقع بنت تحية كبيرة شو اللي كتقولي بالنسبة انت برضو شاركتي وكانت لوصلي رائعة في مهرجان المجد في مجد الكروم شو كيف كانت وصلتك وكيف كانت التجربة لك اللي قدام جمهور كبير كانت أول تجربة لإلي من ناحية إنه أقطع مسرح وجمهور كثير كان حلو ومميز ف ما كانش رهبي وخوف من أول وهلي لما طلعت على المسرح أكيد وقفة المسرح لابد من الخوف من كد ما يكون الفنان كبير صحيح. يعني لما يوقف على المسرح إلا يكون عنده رهبة حتى لو أكبر الفنانين اول ما وقفوا على المسرح اكيد راح فيها الرهبة اكيد راح رهبه المسرح يعني لا بد منها يعني شو مكسبك من هذا الظهور مكسب من هذا الظهور صوتها تجربه يعني اني اوصل صوتي لابعد لاكبر عدد او العالم العربي برضه بتفكري في العالم بتفكري في المستقبل تشاركي في مهرجانات ذا فويس او ان شاء الله اذا كان يعني في عندك تخطيط من هالنوع إذا كان في مجال أكيد بنفع لأنه في عندنا اليوم بنوجه له التحية طارق كيوف فنان طارق كيوف هو اليوم بيشارك في في ذا فويس في لبنان وإحنا بنشجعه إن شاء الله وبندعمه وإن شاء الله بوصل لمراحل متقدمة إن شاء الله كل احترام يعني هل حابين تسيروا يعني بخطوات هذول الفنانين اللي بوصلوا للعالم العربي أكيد كل واحد بيحلم بهيك إشي انا شخصيا انه بحب اطلع هيك برامج بس انا في عندي إشي بحب اقوله انه انا بحب ابني حالي من شخصيتي يعني انا اعمل غناني خاصه الي اشهر حالي بحالي ممكن في مستقبل يتغير تفكير واروح اشارك ببرنامج بس انا بني ادم بحب من حالي انا ادعم حالي وانا اوصل حالي يعني بتحب تصنع حالك انت بنفسك صحيح بس مش بقولكاش انه مش راح اطلع على برنامج ممكن اطلع على برنامج بس انا هذا الشيء جواتي بفكر فيه هذا الشيء طبعا انا كثير انبسطت في مهرجان مجد الكروم السادس كثير كان جدا ممتع وكان جمهور رائع جدا وبوجه تحيه منتجه البرامج والحفلات والمهرجانات رولا مصطفى بنوجه لها تحيه كبيره لان هي برضو لها دور كبير في نجاح الفنات اوكي مبسوطين بنكمل بالطرب والغناء طبعا نسمعك اخت بدر راح اغني اغنية احبك لحسين الجسمي تفضل حسين الجسمي اليوم صار ضعيف بكى ناصح ضعف حاله قص المعدة وحلو بكل حالته بتأيدوا قص المعدة انتم مش لو ضل على طبيعته مش كان افضل يعني هو لما كان يعني لما كان انصح كان صوته يمكن صوته ضل يعني صوته حلو صوت بكون موجود يعني حسب رايك لما ضعف اثر على صوته لا ما اثر لو ضل ناصح كان بجوز صوته ضل يمكن الناس متعوده عليه يمكن بشكله الاول مش متعوده عليه هو ضعيف على كل حال كيف ما يكون احنا بنحبه وكبلانينه وتحيه كبيره لحسين الجسمي تحيه كبيره تفضلي
أنا كلمة نوة تنسى لك الذكرى ترجعني ترى للحين أنا أحبك وأشوفك باني حين وحين فراقك آهي يا فراقي كسر قلبي وعذبني وانا نذرة علي فراقك آه يا فراقي كسر قلبي وعذبني وانا نذرة علي ابقى احبك ليه الله يا بدر الله الله الله. مين أقرب الفنانين اللي أنت يعني بتتابعهم وتأثرت بغنائهم كانوا مثل لإلك؟ أنا بحب كثير فن وديع الصافي العملاق طبعا المرحوم وديع الصافي. بحب كمان صباح فخري فنه كثير تأثرت فيه. من الفنانين الجداد انا كثير بحب فن في فنان اسمه نصيف زيتون كثير بحب فنه. كمان عمرو دياب كثير بحبه انه كثير بيعجبني شخصيته. راح نسمع لعمرو دياب برضه لعيونك ان شاء الله. من المطربين المحليين في بلادنا بيعجبك مين او بتحب تسمع مين؟ اكيد امير دندن كثير ابن بلدي وهيثم اكيد. في فنان كثير بحبه وتحية كبيرة له مصطفى دحلي الفنان الكبير بنوجه له تحية كبيرة برضه طبعا تعلمنا منه. من الفنانين المحليين في حدا شجعك قال لك صوتك حلو وكمل ودعمك يعني من الفنانين المحليين؟ أمير دندن أكيد. أمير كثير دعمني. أمير دندن بنوجه له تحية لأمير دندن هو بدعم الفنانين صح. وبالنسبة لهيثم خلايلي هيثم كمان كثير بحبه أنا كيف بس رأيك؟ بس صراحة كيف رأيك بصوته أنت؟ بجنن أنا مين أنا أطلعت رأيي بشطة حدا بس صوته بجنن كثير بحبه أنا. أنت بتحيز لأولاد بلدك لا؟ لا مش قصة هيك بس أنا هذول الاثنين إن أنا سمعت إن كثير وكان في فترة عنا بالبلد وقت طلوع عرب أيدل وهيك كنا تأثر فيهم. لهم فنانين بمعنى الكلمة وإحنا بنحبهم بنقدر فنهم صح. وكانوا ضيوف عندي. طيب خلينا ننتقل لفن من نوع آخر نطلع من النص وفن بدر. أنت عندك رسومات ما شاء الله رسومات جدا يعني رسومات حلوة جدا وأنا بشوف برسوماتك أنك بتطرق للمرأة بتقدر ترفعيهن الرسومات بتطرق للمرأة يعني كل رسوماتك فيهن عن المرأة شو سر هذا المرأة عندك يعني؟ الصراحة بعتبر المرأة هي كائن كثير مهم بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه. تقدر تضلك حملتيها حمليها واحكي ماشي. المرأة هي كائن كثير مهم بالحياة وبالمجتمع. هي كل المجتمع ولا نص المجتمع؟ في كل المجتمع كل المجتمع ونص كمان ونص زيادة صح. هي الحياة مفعش من دونها يعني هي برضو الأم والأخت الصديقة والرفيقة وطبعا بدون الأم إحنا الأم أنجبتنا هاي الحياة وإحنا يعني منقدرش من دونها هي الأساس أكيد. مثلا هاي الصورة اللي إحنا بنشوفها على الشاشة احكي لنا عنها. شايف المره هنا لافة على ركبات شو اللي حطيه يعني اشرحي لنا عن هاي مش صورتك انت هاي انا هاي انت انا رسمت رسمتي حالك رسمت حالي وزدت هذا الشال يعني على ركبتها. شو بتعبري بهاي الصوره يعني شو اللي بتعبري من خلال الصوره هاي شو رسالتك من هاي الصوره شو الرساله من ورا هاي الصوره
صراحة بس إنه العيون مبينة، العيون مبينة، و و هون بس رسمها مغطى، يعني هي عم تعبر بالصورة مثلا إنه العيون، أنا العيون بتحكي بالآخر، بتبكي، العيون تتكلم، يعني الجمال هو جمال العيون، جمال العيون ممكن. أو مثلا إنه في حدا بده يسكتها مثلا عن الكلام، إنه ما بده يخليها، جدا تعبير حلو، ما بده يخليها تحكي وتعبر. هسه بدي احكي لك بالنسبه، في شفت صوره اللي حكيتي لي من وراء الكواليس، الاحداث المؤلمه اللي صارت في مسجد القروم، راحوا منها ثلاث شباب الله يرحمهم. انت نتيجه لهذا الحدث اللي كان في مسجد القروم، رسمتي صوره رفعنا اياها نشوفها عن العنف المستشري في بلادنا، فعبرت بهاي الصوره عن العنف اللي كان في مسجد القروم. اشرحينا عن الصوره. هاي الصوره بتعبر عن، في هون امراه وفي هون رجل وراها، هون عم الرجل هو بين انه هو غاضب وعم بيحاول يسكرها انه ما يخليهاش تعبر عن انه تحكي شيء او تتكلم شيء. ممكن هي عن قضيه شرف العيله وهيك، ممكن بتعبر عنه، انه بعته انه لقيمه النساء، انه بيقللوا قيمه النساء وهيك، فاهم كيف؟ طيب يعني ناوي في مجال الرسم برضه تتطوري وتكملي في التعليم وتاخذي لقب برضه، لقب ثاني بمجال الرسم؟ اكيد المجال مفتوح دائما، والنجاح هو الهدف بالاخر. طالما ما الاراده موجوده اكيد راح توصل لبعيد ان شاء الله في مجال الرسم وفي مجال الغناء. هسه بعرف انه عملتي دويتو مع المطربة رزان اندراوس، بوجه لها تحية طبعا. طبعا بوجه لها تحية كبيرة، هي من حيفا، فنانة ما شاء الله عليها، وفي اغنية مشتركة دويتو عملتي انت وياها. يا ريت تشرحي لنا عن هاي الاغنية، كلمات مين، الحان مين، وتجربة حلوة وبداية حلوة. اولا انا يعني مجال موقع التواصل الاجتماعي اتواصل مع الدكتور قاسم يونس. الدكتور قاسم يونس عم يوجه تحية، هو من عارة طبعاً. من عارة صح، هو اللي كتب الأغنية وهو لحنها. أكيد هو كتب الكلمات الأغنية ولحن الأغنية طبعاً. توزيع مصعب والويل، حمد والويل. بنوجه له تحية برضو. يا ريت نسمع مقطع أو مقطعين من هاي الأغنية الخاصة اللي بتغنيها انت والفنانة رزان اندراوس، سمعينا منها. هي اغنية رومانسية لا؟ تعرف وانت بعيد عايش قلبي وحيد، والايام بتقسى علي وشوقي عم بيزيد، طال البعد كتير وصار الشوق كبير، ورغم البعد بحبك وحدك انت بقلبي اكيد، رح له يا هوى وطمن حبيبي حبيبي، قل له يا هوى بعد هالدنيا غريبي، لو كل الحالة بهالدنيا مر مقابلي، باقي يا هوى ورح يبقى وحده حبيبي، يا حبيبي ما تخاف قلبي مهما شاف، لو كل الدنيا حوالي غيرك ما بختار، غيرك ما بختار. حلوة كلمات، حلوة وغنية جدا رائعة. بتفكر برضو تكملي في هاي التجارب بهذا الفن وبالأغاني الخاصة يعني؟ أكيد إنها تجربة كثير حلوة. هل لاقت هاي الأغنية نجاح من قبل الجمهور؟ كثير ناس حبوها.
كل احترام، بتمنى لك نجاح وان شاء الله بنسمع كمان الحان خاصه وكلمات خاصه ان شاء الله. بنرجع لمحمد نصراوي حبيبنا، شو عندك مشاريع مستقبليه؟ انا اسا صراحه بعدني في المدرسه في صف 12، حابب اخلص تعليمي في المدرسه وطلع اطلع ببيروت واكيد اتعلم موسيقى اكاديميا، يعني ان شاء الله مفكر في القدس. طيب كيف بتوفق بين الدراسه وبين الفن؟ وراح اتعلم موسيقى. راح اتعلم موسيقى وهذا الشيء طبعا بيعطيني دافع للفن وهيك. سجلت في اكاديميه الموسيقى؟ بعدني انا في صف 12 اخلص مدرسه وطبعا واتريح واظبط الوضع سجل. شو رايك في جيل اليوم؟ جيل اليوم شو اي نوع من الاغاني بسمعه؟ اي لون من الاغاني بسمعه؟ جيل اليوم جيل الشباب اليوم، الاغاني الدارجه هي الاغاني السريعه والكلمات طبعا، الالحان البسيطه، الكلمات البسيطه، مش الاشياء اللي زي زمان. زمان كان اللحن يكون معقد اكثر وفيه فن اكثر، فيه مقامات اكثر، فيه شغل وتعب اكثر اكثر من اليوم. شو رايك باغاني الدحيه اليوم منتشره في كل افراحنا وكل؟ طلع هذا فن حلوة. هذا فن اكيد فن كل واحد شو بحب. انا انا مثلا ذوق هيك، هو ذوق هيك، هو بحب الدحيه، بس الدحيه كمان كثير منتشره اليوم. تراث بدوي احنا بنحترمه جدا. طبعا اكيد. في هناك مجال اخر غير الفن تهتم فيه؟ انا غير او هوايه اخرى غير الفن يعني. غير الفن انا بعد ما قلتش لحدا الشغله، بس راح اقول لك اياها. انا طبعا بدك تقول اياها، انا صريح معي لازم. انا انسان بحب اكتب كثير، بحب اكتب. تكتب؟ بكتب وفي مره كمان كتبت اغنيه عن شرف العائله وقضيه شرف العائله، ولحنت هيك وغنيتها ولقت انتشار حلو. يعني بتكتب كلمات وبتغنيها وبتلحنها؟ طلعت معي مره شيء حلو، وحابب ان شاء الله اكمل يطلع معي شيء مرتب هيك. في شخص يطلع معك شيء هسه مقطع صغير؟ ممكن اسمعك شيء من الغناية اللي كتبتها. حلو، ممتاز. هذا سكوب لنا. باسم شرف العائله هالبنت عم بتموت، ضج اعلامي يومين وبعد كله سكوت. باسم شرف العائله هالبنت عم بتموت، ضج اعلامي يومين وبعد كله سكوت. خلص بقى دم المرا منه رخيص، خلص بقى مين انت تتحرمها تعيش؟ خجلان من مجتمعي عم ببكي ونزل دمعي. حرام والله حرام. الله الله، فعلا يعني كلمة أغنية كلمات جدا رائعة. أغنية كتبتها طبعا بس بعدي قضية قتل إسراء غريب، هي كانت قضية منتشرة كثير على مواقع التواصل وصارت قضية رأي عام طبعا، والله يرحمها لإسراء، الله يرحم كل بنت انقتلت في هيك قضية. مستمع طلعت من قلبي طبعا، وحبيت أغنيها وأقدمها للناس أوصل رسالة. بدر، من الفنانة المحلية في بلادنا اللي أنت بتخطي خطاها، يعني بتعجبك أداها، بتعجبك غناها، وبتحب أنك توصل زي ما هي وصلت، يعني بتخطي خطاها؟ صراحة في كثير فنانين، فنانات محليات من عندنا، في كثير فنانات محليات أنا كثير بحبهن وبحب أسمعهن. مثلا الفنانة نانسي حوا كثير هي كانت عندي بالبرنامج طبعا، كثير اغانيها حلوه. احنا بنوجهها للفنانه نانسي حوا، هي مطربه جدا رائعه ومتالقه، بنوجه لها تحيه وان شاء الله قريب راح تكون عندنا، يعني ان شاء الله. واغانيها كثير كثير بسمع لها، وصوتها ما شاء الله كثير مميز، وبتمنى لها النجاح طبعا بمسيرتها. اوكي، خلينا نسمعك برضو اسا اشي حلو وتغني لنا. تفضل هالميكروفون، شو راح تسمعينا؟ صح
خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعض، شو بدك مني بعد ما تلحكي هيدي النهاية. خلصت الحكاية وصارت وراي، انت اللي اخترت البعض، شو بدك مني بعد ما تلحكي هيدي النهاية. فكرتك صح وكانت هيدي غلطك عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، ومنلاقي الغال علينا مخبى التوب الكذبي من جوا رخيص، من برا ذهب اشري. فكرتك صح وكانت هاي تغلطة عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري، ومنلاقي الغال علينا مخبى بتوبة اشري. من جوا رخيص من برا ذهب اشري، من جوا اشري. خلصت الحكاية. الله الله الله، خلصت الحكاية. خلصت الحكاية ولا بدت الحكاية؟ خلصت الحكاية. خلصت ها؟ خلصت. بدت الحكاية عندك ولا خلصت أنت محمد؟ كيف بدك أنت؟ باين عندك قصص كثير انت وحكايات كثيرة. إيه لو حبيت تعمل دويتو، تعمل اغنية دويتو مع اي فنانة بتحب تشارك معك، محلية او من العالم العربي؟ فنانة او واحد محلي واحد عالمي، واحد محلية او مطربة عالمية. انا بحب من عندنا من البلاد، بحب الفنانة جيان غنطوس من سخنين. تحية كبيرة، تحية كبيرة للفنانة جيان غنطوس، هي كمان شاركت بذا فويس، انا سمعتها كثير وحبيت صوتها. جانا غنطوس هي برضه شاركت معنا وبنوجهها تحيه كبيره. بحبها كثير جانا. طيب انت، احنا بقول لك يعني تعمل دويتو مع واحد من محليه، مطرب محلي او مطربه من العالم العربي، شو رايك؟ هاي اختك جنبك بدر فنانه، ليش ما تعمل دويتو انت وياها؟ يعني فكرنا ليش ندور لبعيد؟ فكرنا بهذا الموضوع، انا كتبت كلمات كمان وقتها وكنت بفكر اسوي شيء حلو هيك، بس وقف الشيء ما كملناش. ان شاء الله ان شاء الله. شو رايك تعملوا اسا حاليا ان شاء الله انه دويتو انت وياها نسمعكم؟ اول دويتو في هلا نعملكم. اول دويتو للفنان محمد نصراوي وبدر نصراوي اخته في قناه هلا الفضائيه، حصريا على قناه هلا. اول دويتو، تفضلوا. عيون القلب سهرانه ما بتنامش، لنا صحيا ولا نايمة، ما بقدرش
امشي وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم هو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب على الليالي اسمك يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي اكتب على الليالي اسمك يا حبيبي الله الله فعلا هذا كان سبق يعني اول دويتو بتعملوه مع بعض في قناة هلا الفضائية طبعا قناة هلا الفضائية قناة المجتمع العربي وهي قناة احنا ببرنامج العندليب منصة لكل الفنانين سواء المبتدئين او الفنانين الكبار احنا بندعم كل الفنانين في الوسط العربي فبنشكركم على حضوركم في برنامج العندليب في قناة هلا الفضائية بنشكر الفنان عازف الأورج أنس خطيب الفنان حبيبنا محمد نصراوي والأخت بدر نصراوي بنهاية اللقاء بدي أسمع من بدر كلمة توجهها لجمهورك أو رسالة توجهها عبر الكاميرا لمين بدك اتفضل الكاميرا أمامك وجه كلمة لجمهورك لعائلتك لبابا لماما لخطيبك لمين بدك وجه تحية لكل اللي عم بيشاهدونا وبقول لهم انه ان شاء الله بتوصل لكل اهدافكم ولحلمكم باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله محمد رسالتك للمجتمع رسالتي انا شكرا لكل شخص تبعنا وان شاء الله تكونوا انبسطتوا في هاي السهره الحلوه ان شاء الله وان شاء الله بهذا الفن احنا بنوقف العنف يعني هذا اهم شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا بخلي السلام يعم على كل الوطن العربي كل الوسط العربي إن شاء الله بعيش بسلام نتريح من القتل ومن الطخ ومن أضم صوتي لصوتكم وكثير أنا شخصيا وأكيد جمهورنا استمتع معاكم بهالحلقة الحلوة وإحنا طبعا انبسطت يعني أكيد أكيد كله تمام إذا بوجودك أنا مبسوط الله يخليك الله يخليك إلى هنا أعزائنا ومشاهدينا في كل مكان ينتهي هذا اللقاء الشيق مع برنامج العندليب مع الفنانة بدر نصراوي والفنان محمد نصراوي من مجد الكروم وعازف الأورج الفنان أنس خطيب أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى لكم من طاقم البرنامج ومني سامي عبد القادر أحلى الأمنيات وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله إلى اللقاء